السلام عليكم بنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم ام اش كويزين اند فلوجز. نقول لكم قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم جميعا. اليوم جبت لكم وصفه تاع موس الخاصه بالطرطات اللي نستعملوها في الحلب في الحلوه تاعنا لي طارت دانيفيرسير عفوا. بالنسبه للمقادير البنات نحتاجوا زوج صفار بيض مع مغرف كبيره تاع سكر، نحتاجوا 200 غرام تاع حليب وشوكولا نوار، نحتاجوا 250 غرام تاع شوكولا نوار. هاد لاموس البنات تجي بزاف شابه وتجي خاصه في الكاطو دانيفيرسير. ولا دوك تشوفوا انا بعد نحط لكم فيديو واش استعملت هاد لاموس وشوكولا. كما راكم تشوفوا هنا البنات نبدأ بطريقه التحضير باذن الله. نحط الحليب تاعنا يسخن لنا فوق النار، والوقت اللي يسخن لنا الحليب تاعنا راح نخلطوا هذاك الصفار البيض مع السكر، نخلطوا مليح مليح حتى اللي يذوب لنا هذاك السكر ونحسوا باللي اللون تاع البيض راه تغير ولا اللون تاعه فاتح. نواصلوا التحريك حتى اللي يتغير لنا اللون بإذن الله ونرجع معكم إن شاء الله. هنا البنات بعد ما سخننا الحليب تاعنا نرده على تدريجيا على هذاك البيض اللي خلطته مع السكر حتى يولي درجة حرارة واحدة. بهذه الطريقة البنات وبعد ما نحطوه كامل نرجعوا هذاك الخليط كامل في الكسرونة تاعنا ونعودوا نرجعوا فوق النار بهذه الطريقة ونرجعوا فوق النار البنات. بعد ما يبدا يغلي لي الغليه الاولى نطفي عليه وكما تشوفوا، ونحط الشوكولا تاعي في اناء يكون شويه واسع ونعاود نكب عليهم هذاك الخليط اللي درته تاع الحليب والبيض والسكر ونخلوه حتى الشوكولات يذوب شويه ونبدا نخلطه فيه ويولي لنا متجانس. البنات هنايا عندي 320 غرام تاع كريم ليكيد تكون باردة ونبدأ نطلعوا فيها على شكل شانتيي. دوك تشوفوا الطريقة بالتفصيل والقوام اللي لازم تعطيه لنا، خليكم معايا إلى آخر الفيديو.
بنات، هذا هو القوام اللي لازم يكون تاع الكريمه نتاعنا كي نطلعوها، تكون بهذا الشكل. ونبدو نزيدو في الشوكولا اللي خدمناها مع الحليب تدريجيا، غير بشويه كما تشوفوا في الفيديو. تبعوا فقط المراحل والمقادير، اكيد راح تنجحوا في هذه الوصفه. ولاموس تقدروا تستعملوها في عده اشكال من الحلويات. ان شاء الله انتظروا الفيديو اللي غادي نحطها لكم، واش انا استعملت هذا اللاموس. ان شاء الله يعجبكم الفيديو البنات، وكملوا الفيديو الى الاخير. ونقول لكم البنات اللي راهم عاد جداد واول مره يشوفوا الفيديو تاعي، ما تنسوش تشتركوا عندي وتفعلوا زر الجرس واللايكات اكيد، ولي كومونتير تاعكم يزيدوني حماس ويشجعوني باش نزيد نحط لكم فيديوهات اكثر باذن الله. مرحبا بكم جميعا، نقولكم نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام.